شوبير يكمل. نروح للعد التنازلي ونعرف بقى رايكم في بعض الاسئله السريعه. كابتن وليد واستاذ فتحي، افضل صفقه تعاقد معها الزمالك في الميركاتو الشتوي يا كابتن وليد؟ صعب قوي السؤال، صعب جدا، كلهم صفقات كبيره، بس انا شايف انه قول عبد الله السعيد وخلاص. اصل كلهم في حاجات للمستقبل وفي لا حاجات. لا، من وجهه نظرك افضل صفقه بكل المعايير اللي انت بالنسبه لك كابتن ويد صلاح الدين بتحطها في اعتبارك وانت بتعمل صفقه؟ ناصر ماهر. ناصر ماهر. كابتن فتحي؟ انا شايف عبد الله السعيد ما زال شابا يعني، ويقدر يلعب يعني، وجوده حتى لو مش مباراه كامله يعني، ايوه وجوده مهم جدا، محتاجه الزمالك في الحته دي. السؤال اللي بعد كده، مين الانسب لحراسه مرمى الاهلي حاليا يا كابتن وليد؟ مصطفى شوبير. كابتن فتحي؟ انا لسه قايل مصطفى شوبير. صفقه كان بيحتاجها الاهلي ولم يتعاقد معاها استاذ فتحي؟ كان محتاج راس حربه، والراس الحربه اللي جه كمان وسام ابو علي اصيب، فبالتالي يعني ما يزال الاهلي بيفتقد الى راس الحربه. كابتن وليد؟ باك ليفت مع علي معلول. بتشوف انه كريم الدبيس ما يشيلش يا كابتن وليد؟ يشيل، بس انا دايما في كل مركز المفروض بيكون فيه ثلاثة، بتقسمهم انت في لعيب دولي هو اللي بيلعب على طول، اللي تحتيه سنة يعني فرق بيبقى سنتين ثلاثة ودرجة في المستوى، فانما بيبقى لعيب خبرة ويشيل، والتالت صغير. ايوه. الاهلي في المركز ده تحديدا هو خابط يعني علي معلول وكريم، مفيش اياد العسقلاني ممكن يكون يعني اختيار، ممكن طبعا يحيى عطيه الله، ممكن يعني في لعيبه كتير في السن اللي هو ممكن اللي في النص اللي بعد يشتغل مع علي معلول، لان الاهلي عنده مشكله انه عنده افريقيا وعنده السوبر وعنده الكاس وعنده بطولات كتير جدا. صح. شغال فيها. السؤال اللي بعد كده، السبب الرئيسي في عدم حصول بيراميدز على بطوله يا استاذ فتحي؟ الشخصيه كابتن وليد. اللعيبه كتير لكن مفيش شخصيه. كابتن وليد؟ مفيش ضغوط. مفيش ضغوط. لازم توجد ضغوط، لازم توجد ضغوط حقيقيه على اللعيبه. ايوه. سواء بقى من ممكن عقوبات، لان انا سامع طبعا العقود عاليه جدا ومفيش جماهير تضغط عليك، ومجلس إدارة شيك ولطيف وكل شوية تغير المدرب وبتغير الجهاز كله. الحاجة الوحيدة اللي ما بتتغيرش اللعيبة. إيه اللي بيحصل مع كم اللعيبة اللي هي يعني أقوى قائمة في أفريقيا مع النادي الأهلي؟ هو إيجاد الضغوط، ممكن تكون بالفلوس. يعني لو ما كسبتش بطولة أخصم لك 5 مليون 10 مليون. صح. السؤال اللي بعد كده، مهاجم الأهلي الأساسي في الفترة الجاية يا كابتن وليد؟ مهاجم الاهلي الاساسي في الفترة الجاية كهربا. استاذ فتحي؟ مفيش غير كهربا. مفيش غير كهربا. لان واحد مودست والتاني مصاب. واحد مودست والتاني مصاب. مفيش. السؤال اللي بعد كده، هل رمضان صبحي بيحتاج للعودة نادي جماهيري عشان يعود لمستواه استاذ فتحي؟ اتمنى ان يعود النادي الاهلي. كابتن وليد؟ حياته هتبقى في النادي الاهلي. كابتن وليد؟ رمضان صبحي على فكره كان مقدم الموسم اللي فات كويس، وابتدى السنه دي كويس، بس برضه يا كابتن وليد مش هو مش رمضان. أيوة. يعني في حاجه انت ما تعرفهاش طبعا، انت مش فاهم ايه اللي موجود، بس ما تحسش مش هو رمضان. انا شايف ان رمضان يحتاج للاحتراف، الاحتراف بره مصر، مش العوده بقى للنادي الجماهيري جوه مصر، للاحتراف بره مصر، يلحق اخر قطر. يقدر رمضان او الباب يتفتح لرمضان يرجع النادي الاهلي مره ثانيه؟ لا، يرجع منتخب مصر. كمان لو احترف بره يرجع منتخب مصر. هو لا، انا بتكلم بعيد، ان هو انت شايف انه الافضل انه يحترف. انت بتشوف يا كابتن وليد في ظل التغير، الدنيا ما بتقفش على حال، وبنشوف تغيرات كتيره، هل بتشوف انه الباب ممكن يتفتح لرمضان تاني جوه النادي الاهلي؟ انا يعني هو ده شان داخلي لمجلس اداره النادي الاهلي، بيبقى في بعض الحاجات المجلس بياخدها على بعض اللعيبه، ممكن تفوت حاجات معينه للعيبه، ممكن ما تفوتش في الاخر. انا بتكلم لو انت كابتن وليد موجود في نادي الاهلي، بتدير، صاحب قرار، صاحب نصيحه، تفوت اللي عمله رمضان تقبله انه يرجع تاني ولا لا؟ طب هو ايه اللي عمله برضه عشان انا ما انا ب... ما انا بس ان هو انتقل الى بيراميدز، ما جددش في الاهلي. طيب هو ده اللي عمله؟
هو ده اللي عمل كده برضو دي يستحق الذبح بقى. أنا لا ما انا ما قلتش انه يستحق الذبح يا فندم. بقى خلي بالك هو ما كل اللعيبه ثابت ومشت. لا بس صحي في نقطه، اي جمهور في الدنيا، جمهور في الدنيا لما واحد من اهم من نجوم فرقتي يسيبني وينتقل لفريق تاني منافس ليا طبيعي هزعل. يعني فيجو يعني لما راح من برشلونه، امال ليه بيغير كلامنا دايما اما بيحصل انتقالات من مكان لاخر؟ لا لا انا احنا لا ننكر على اللعيب، لا ننكر على اللعيب انه ياخد قراره بالاحتراف. يعني بتكلم على الشعور العاطفي اللي عند الجمهور. والله انا ما يعني يعني هو لسانه طوله مثلا هل لا لا هو ما لا هو لم يرتكب اي خطا فيه تطاول او تجاوز او شتيمه. لا طيب انا ده اللي انا بقول عليه يعني، لكن هو يعني في كتير من يعني الاخطاء التي ارتكبت. يعني انت شايف استاذ فتحي انه يرجع عادي؟ انا حاسس ان هو عايز يرجع. انا يعني انا مصلحتي ان انا اقول لك كده، انا حاسس ان هو روحه ما عملش اللي يخليه ما يرجعش. روحه وبعدين يحترف ازاي اذا كان هو مزاجه وحش؟ هو طاقاته وامكانياته واللي احنا رمضان اللي احنا عارفينه طمعي. مش هو فهروح يحترف فين؟ يلعب في دوله في الخليج يعني؟ ما مش قصه يعني. طيب السؤال قبل الاخير يا كابتن وليد، مين يكون كابتن منتخب مصر مع الكابتن حسام حسن؟ محمد صلاح. استاذ فتحي هل ممكن كابتن حسام حسن يعني يجري اي تغيير على نظام الكابتنه فيخلي فيه كابتن تاني غير صلاح؟ يعني يعني لو ما صلحوش يعني وقال لصلاح كلمتين حلوين، وحتى لو ما قالش طبعا ما فيش غير صلاح. توقعاتك يا كابتن وليد لماتشين بكره؟ عندك نيجيريا هتقابل جنوب افريقيا الساعه 7، وبعد كده الساعه 10 كوت ديفوار هتقابل كونغو الديمقراطيه. اتوقع نيجيريا وكوت ديفوار في النهائي ان شاء الله. نيجيريا كوت ديفوار. استاذ حسن، استاذ فتحي تدبت لحاجه. طيب هو هي يعني شوف كوت ديفوار يعني هي ماشيه معاها كده بلاموطي ماشي، ودي بتمشي يعني عاده بتبقى جايه، فهي شكلها رايحه يعني. نجم الشياكه والاناقه استاذ فتحي سنة نورت الدنيا. وعلى فكره ممكن تاخد البطوله كمان يعني. شوف عشان تحس انت بالندم قوي ان كوت ديفوار تاخد البطوله. انا عارف ان انت منمر على مستر ايجيبت 2024، بس خف علينا لو سمحت. خف علينا الفشل الكوفيات والكرافطات والجو ده. مفيش بعدك، مفيش بعدك يا ابو خليل. نورت الدنيا يا استاذ فتحي. الله يخليك. بنسعد والله بوجودك معانا. شرف ليا شرف ليا والله. نجم مصر الكابتن صلاح الدين نورت الدنيا. حبيبي شرفتنا ونورتنا. كل الشكر ليك.